فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها بإعلان خبر زواجها في حفلها برومانيا ضمن جولتها الغنائية. وأطلت نجوى كرم في الحفل بفستان أبيض وتحدثت للجمهور لتكشف عن زواجها. وقالت نجوى كرم: هذا الفستان بيعني لي الكثير، غير أنه لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون كتير. هذا اللون كان لحفل زفافي وهذا الفستان بالذات. وخلال الأيام الماضية كانت انتشرت الكثير من الأخبار عن زواج نجوى كرم من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، خاصة بعد ظهوره معها في كواليس حفلها بألمانيا، وهو الظهور الرسمي الأول لهما. وعمر الدهماني مواليد يوليو 1980، وهو يصغر نجوى كرم ب15 سنة، يعني هو حاليا حوالي 44 سنة وهي حوالي 58 سنة أو 59. وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني، ومن ضمن شركات عمر الدهماني شركة مومنتس المختصة بالإنتاج الفني، والتي عملت مع عدد كبير من النجوم ومنهم نجوى كرم. وقررت نجوى كرم العيش في لبنان رغم أن خطيبها عمر الدهماني كان يرغب في العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر الدهماني وقرر العيش معها في لبنان. ويعد زواج نجوى كرم من عمر الدهماني الثالث، حيث تزوجت من قبل مرتين، الأولى من المنتج ومتعهد الحفلات يوسف حرب، واستمرت بشكل سري إلى أن تم الإعلان الرسمي عنها، ولم يثمر زواجهما عن أي أطفال. أما الزيجة الثانية للفنانة نجوى كرم كانت من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة، وكان متزوجا ولديه طفلان، وانفصل عن زوجته الأولى قبل الارتباط الرسمي بالفنانة نجوى كرم عام 2017، ويحمل الجنسية الأمريكية. يذكر أن نجوى كرم تبرعت ب2 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري الذي تضرر من نكبة الزلزال. أما عن زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، فقد تزوج وانفصل مرتين ولديه ولدين، وتعرف على نجوى كرم عام 2017 وعاش قصة حب لمدة 4 سنوات قبل أن يتخذ قرار الارتباط رسميا. تعال نشوف أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنها. نجوى كرم مولودة 26 فبراير 1966، مغنية لبنانية. أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية، وبدأت حياتها كمدرسة، وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. وفي عام 85 شاركت في برنامج ليالي لبنان وحصلت على الميدالية الذهبية، وأطلقت في عام 89 أول ألبوم لها بعنوان يا حبايب. ثم أصدرت ألبومها الثاني شمس الغنية عام 1992، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة. في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي، أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب بشكل مفاجئ. ده يوسف. من ناحية أخرى، فجعت النجمة اللبنانية نجوى كرم يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بخبر وفاة شقيقها نقولة كرم بشكل مفاجئ، مما أثار ارتباك العائلة. وتعيش شمس الأغنية لحظات مليئة بالحزن ساعتها، فخبر وفاة شقيقها المفاجئ والبالغ من العمر 45 سنة والذي كان لا يعاني من أي مرض نزل عليها قصاعقة، هنا مع شقيقها الله يرحمه نقولة. بعد انتشار خبر وفاة نقولة كرم شقيق النجمة اللبنانية نجوى كرم إثر ذبحة قلبية، سارع النجوم إلى مواساتها بكلمات مؤثرة وصادقة
كتبت نانسي عجرم على تويتر: أحر تعازينا بوفاة الحاج نقول الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء ويصبركم على فراقه. كذلك غردت النجمة أليسا باللغة الإنجليزية وقالت: لا شيء يمكن أن يقال ليخفف ألمك عزيزتي نجوى كرم، أنا آسفة لخسارتك وأصلي إلى الله أن يحفظ شقيقك معه إلى الأبد. وقالت مريم فارس: الله يرحم خيك وتكون نفسه بالسماء ويخليه لك أهلك ومحبينك. كذلك وسهى النجم عاصي الحلاني وقال: أتقدم بأحر التعازي القليل بوفاة المغفور له الصديق الغالي نقول كرم، راجيا من الله أن يلهم العائلة الكريمة جميل الصبر والسلوان. وعبر النجم الشاب زياد برجي عن حزنه بجملة: الله يرحمك يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكتب أيضا المخرج سعيد الماروك: الله يرحمك يا غالي وحبيب القلب والصديق العزيز الحاج نقولة كرم، الله يصبرك ويصبر عائلتك الكريمة. كما غرد الفنان التونسي صابر الرباعي البقاء لله أختي العزيزة نجوى في شقيقك، رحمه الله ورزقكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكتبت الممثلة السورية شكران مرتجى: أحر التعازي لنجوى كرم وعائلتها بفقدان شقيقها نقولة كرم، الله يرحمه ويصبرك حبيبتي. ومن ناحية أخرى ظهرت شمس الأغنية حزينة ومتعبة في أول ظهور لها بعد الفاجعة من خلال صورة تظهر فيها مع النجم السوري علي الديك الذي حضر إلى زحلة ليقدم لها واجب العزاء. ده أول ظهور ليها بعد وفاة شقيقها نقولة كرم. ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة اللبنانية نجوى كرم حزنها الكبير مع متابعيها على شتى مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شقيقها ومدير أعمالها السابق نقولة كرم. كتبت: اجعلني ربي شمعة تذوب صلاة من دون ملل، حتى متى استراحت نفس أخي نقولة أستريح. ونشرت شمس الأغنية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على تويتر الصورة الأخيرة التي استخدمها شقيقها الراحل عبر حسابه على الواتساب منذ حوالي شهر قبل وفاته. وجاء في الصور ما يلي: ما زلت أؤمن أن الإنسان لا يموت دفعة واحدة، وإنما يموت بطريقة الأجزاء، كلما رحل صديق مات جزء، وكلما غادرنا حبيب مات جزء، وكلما قتل حلم من أحلامنا مات جزء، فيأتي الموت الأكبر ليجد كل الأجزاء ميتة فيحملها ويرحل. وعلقت نجوى على الصورة وكتبت: هايدي كان صار لها شهر على حساب الواتساب خي نيكولا، غريب مع إنه كان أمير الفرح والضحكة، صلوا من أجل نيكولا كرم الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.